صباح الخير عليكم، صباح النور. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. بغيت نقول لكم روينه بنتي كتبان ليا بدات كتفيق. غتقول لكم روينه في لا شومبر ديالي. فوزي اختي دابا عاد غتبدل ليا الفراش. والله البنات الا زعما هذه خط علينا خوتنا وحبابنا كيوقفوا معنا في بحال هاد المواقف، راكم عارفين. بيان سور انا ما قادره ندير حتى شي حاجه نهائيا، هما تيديروا ليا كلشي. جات باش تبدل ليا الفراش وبغيت نهضر لكم على هذا الفراش. هذا كنت كومونديتو على قبل باش نديه معايا للكلينيك. راه كيما كنت قلت لكم كومونديت شحال من حاجه، ولكن سبحان الله راكم شفتوا معايا كلشي شنو وقع. بالنسبه لهذا الفراش هذا البنات، خديته من عند واحد لاباج كاين في ماشي كازا، سمحوا لي، طنجه، كيدير داكشي ما شاء الله غزال. شوفوا لي بالنسبه للخديات الكبار طريزة كيفاش دايره، كتحمق زوينه بزاف ما شاء الله. هنايا هاي السمية، هاي السمية ديالهم اتولي ميلي كما كتشوفوا كيجي فيه. المهم هو بيان سو حتى يتفرج عاد يبان لكم كيجيو فيه جوج ديال الخديات بحال هكا كبار، كيجي هذاك لودغا اللي كيتفرج، كيجيو خديات صغار. شوفوا لي شحال فنين شحال غزالين بحال هكا. وخلاص عاد كاين ديال رازان ديال بنتي بيرسوناليزي بالسميه ديالها، كيحمق غزال 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 ما شاء الله. وحتى لا كاليتي ديالو دغال البنات واعره، ماشي حاجه اللي زوينه ورطيت لها قبل لاباس صغار. شوفوا لي هذه حمقاتني فنه فنه كيفاش صايبات عليا. المهم كنت عاولة كما قلت لكم دي هادو نفرشهم ليا وهادو نفرشهم ليا، ولكن الحمد لله الحمد لله قولي غير الكاك على خير كلشي كيتعوض. دابا تفرش ليا فوزي لا شوم غادي تجمعها ليا وتنقيها ليا ونوريكم الفراش كي كيجي. وكومونديت البنات حتى هادو، هادو كنت عوالة باش ندير زعما لبسه طرازان، كل لبسه نديرها في هاد لي بوشيت هادو باش يكونوا هكا. ملي كتجي عندك لانفيرميير كتعطي غير البوشيطه فيها لي كوش، فيها الطريقه ديال التحت، فيها اللبسه كتعطيها لها مجموعه. بالحق حتى هما ما وصلونيش في الوقت، يلا عاد وصلوني دابا كما قلت لكم فيها خير الحمد لله. المهم دابا غادي كما قلت لكم تنقي ليا شويه لا شومبر، نجمعها ليا وكلشي ونوريكم بالنسبه للفراش كي كيجي. ها هو البنات بعد ما فرشت فوزيه الفراش، شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي. ديال رازان ما فرشتوش لها حيت مازال الفراش ديالها نقي وكلشي، خليته لها حتى من بعد. شوفوا لي شحال كيجي كيحمق غزال غزال، عجبني صراحه فاش شفتو هكا مباشره، لا كاليتي احسن من لي فوتو صراحه. وخدمت ليا بهذا الكري هذا جا مع لا تيت دو لي جزوي. حنا نقرب لكم باش تشوفوا تبارك الله الطريزه وتشوفوا لي داتاي فنين فنين، ما عندي ما نقول الصراحه كيحمق. هذا المخده دراز انا حطيتها هنايا تنحطها ليها هكا في لولي ديالها. ايوا صافي انا مازال ما فطرتش، يلا مشيت غطرفت راسي شويه، راكم عارفين دابا ما غنقدر ندوش لتا شي حاجه. وبدلت عليا خديت عبرت لاطونسيون ديالي وداكشي راكم عارفين دابا خصني مازال نراقب لاطونسيون. عاد دابا غادي نجلس باش يجيبوا لي الفطور، بعد ما عرفاش كنقدر نوض راه كنوض نفطر معاهم. الا ما قدرتش نوض كيجيبوا لي صراحه الفطور حتى للفراش، كنفطر غير في بلاصتي وصافي. قلت لي البنات يلا عاودت رضعت رازان وراه هي ناعسه، راكم عارفين في هاد الاول غير كيرضعوا وكيرجعوا ينعسوا، كيرضعوا كيرجعوا ينعسوا، صافي هادشي اللي كيديروا. الله يحفظها يا ربي والله يحفظ كاع الوليدات الله يحفظكم ولادكم كاملين. وشكرا لكم على الدعوات ديالكم لهلا خطيكم. تخيلوا شحال فرحتوني بلي كومونتير ديال اخر فيديو، كلكم فرحتوا معايا، كلكم فرحتوا ليا، كلكم باركتوا ليا. الله يكبر بكم البنات وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف. والله يسهل على كل وحده كتمنى الذريه الصالحه يا ربي، واللي حامله الله يفك على خير. بغيت نقول لك ما تخافيش ان شاء الله كلشي كيدوز بخير وعلى خير، ربي كيوقف مع الجميع. صافي هذا ما كان المهم. بزاف منكم سولتوني على الكلينيك فين ولات، زعما كيفاش جاني وداكشي كامل. انا البنات ولدت في كلينيك المسيره، صراحه كانت تجربه زوينه وتحيه للبنات كاملين من هنا. الا كانوا كيتفرجوا في هذا الفيديو الاغلبيه فيهم لقيتهم متبعيني ديجا، قالوا لي امين حنا كنتفرجوا فيك وكنعرفوك وراك كنحسبوك قريبه، كنحسوا بك قريبه منا. ودابا شفناك مباشره لهلا خطيكم البنات. وشكرا لكم بزاف، شكرا على التعامل، شكرا على الكلمه الطيبه، شكرا على اي حاجه قدمتوها ليا في هذيك 3 نويتي اللي كنت، لا 2 نويتي اللي كنت اخر مره. ونهار الثالث خلاص راني خرجت صراحه، البنات كلهم ظريفين وكلهم في المستوى. صافي هذا ما كان المهم، انا ما تقدرش نبقى نهضر بزاف بزاف بزاف. دابا فوزي اختي مشات باش تجيب لي الفطور،
غادي نفطر ناخذ الدواء ديالي ونرتاح شويه حيت بالليل ما كنعسش مزيان. راكم عارفين الرضاعه كنحاول نرضع رزان دابا رضاعه طبيعيه ما دايرهاش لها بيبرون وكتسهرني بالليل. يعني مره راكم عارفين مره كيبغيو كيفيقوا باش يرضعوا كيفيقوا باش كيرضعوا كنكون عندي الناس مخربق. داكشي علاش كنحاول حتى انا بالنهار انني نرتاح ونعس واحد شويه. وحاجه اخرى قبل ما نسعود، بزاف منكم سولتوني على الجينيكولوج، واخا انا ديجا كنت هضرت لكم عليه جينيكولوج اللي انا متبعه معاه واللي ولدني اللي هو الدكتور عبد الاله درحة، من احسن الاطباء اللي نقدر ننصحكم بهم البنات. شوفوا هذا الشيء ما فيه لا كولابوراسيون لا اشاره لا حتى شي حاجه، كنشارك معكم تجربتي الشخصيه، يعني داك الشيء اللي انا دزت منه هذه المده كامله. هذاك السيد ما شاء الله عليه كومبيتون تبارك الله عليه، خدمته زوينه يدي زوينه، واهم حاجه انه كيطلع لكم المغال. شوفوا الا كنتو من الناس اللي كتبغيو اللي يلعب لكم المغال ديالكم، زعما بصراحه المغال اكثر حاجه كتاثر فيا، كنبغي شي واحد زعما اللي يقولها لي زعما يوصل لي الفكره بطريقه زوينه، ما يبقاش يخلعك واخا تكون شي حاجه اللي كتكون غاف، يعني كيقولها لك بطريقه زوينه باش ما كتاغافاش لا سيتوياسيون ديالك. انا بدا ننصحكم به كما قلت لكم الدكتور تبارك الله كيفهم في الخدمه ديالو ما شاء الله، ما عندي ما نقول، انسان خلوق الله يعمرها دار، ومن احسن الاطباء اللي انا صراحه تبعت معهم وتبارك الله يديهم زوينه. بالنسبه للتجربه ديالي البنات، داكشي اللي كان وقع قبل من الولاده وعلاش انا ولدت ولاده مبكره وداكشي كامل، غير هو بعد واحد القضيه نصحها لكم. انا راه ما ولدتش على 7 شهور غير باش تعرفوا، كان كما قلت لكم مازال ليا تقريبا واحد 3 سمين، ما كملش 3 سمين باش انني نولد زعما في الوقيته الطبيعيه ديالي. فاش كنت كنقول لكم راني كنوجد البنات 7 شهور، راه ماشي كان عندي 7 شهور ديك الساعه غير باش تعرفوا، كنت انا باغي نفرح غير براسي ندير حنينه، وراكم عارفين التقاليد ديال 7 شهور، يعني كتسمى حنه 7 شهور، ماشي ضروري يكون عندي 7 شهور، كاين اللي كيدير 7 شهور قبل، كيديرها في 5 شهور قبل ما تقل زعما المراه بزاف، كاين اللي كديرها في 6 شهور، زعما كل واحد وفوقاش كيديرها، انا خليتها حتى الاخر، وهذا تا هو راه غلط كبير. المهم هادشي بلا ما نعاود نهضر فيه دابا، حيت صراحه راه الجهد كاع ما كاين، من بعد ان شاء الله راه غنعاود لكم كلشي بالتفصيل. المهم دابا كما قلت لكم كنتنافسي اختي غير تجيب لي الفطور باش نفطر ان شاء الله، باش يكون عندي شويه الجهد باش نقدر نرد راسي ان شاء الله. شكرا شكرا شكرا. هيا البنات فوزي يلاه جابت لي الفطور. المهم انا فطوري ديما في الصباح شنو كناخذ، زعما اول حاجه تناخذ تميرات وحسوه، كتكون يا اما ديال البلبوله كيديروا ليا بالعشوب وهذا، ولا كنديرها كاري بالبلبوله بوحديتها مع الحليب، وكيجيب ليا اللويزه. هذه هي اول حاجه كناخذها، كنجلس بلاتي شويه وكناكل شي شويه حيت ما تنقدرش ناكل دابا بزاف، راكم عارفين كنحاول دابا نبدا ناكل بشويه بشويه، فهمتوني؟ صافي هذا ما كان، المهم انا غادي نجلس باش نفطر ونرتاح شويه ان شاء الله، وعاد نكمل معكم، عاد نبدا نهاري، عاد نكمل معكم نهاري. نمشي بعدا ما قلت لكم باللي اليوم ان شاء الله غندير واحد الفيلا صغيره، غنشارك معكم التقاليد والعادات ديالنا الناس ديال مراكش، راكم عارفين الوالده مراكشيه، نشارك معكم شنو كنديروا. نورمالمون هادشي خصو يبدا نهار 3 ايام، غير راكم عارفين انا ولدت سيزاريان اصلا نهار 3 ايام يلا عاد خرجت من الكلينيك، داكشي علاش ما درتوش نهار 3 ايام، هو كيد اسبوعيا ولا 3 ايام نورمالمون غيزانيه، كاين اللي بغى يدير 3 ايام. بالنسبه للقماطه كيديروها هادي حفله القماطه البنات، حسب كل وحده بحسب كل واحد وكيفاش، كاين الناس كيديروا القماطه كاين اللي ما كيديرهاش. المهم كما قلت لكم نورمالمون اللي بغى يديرها في 3 ايام اللي بغى يديرها في 7 ايام. هذه حفله ديال القماطه، غنشارك معكم العادات والتقاليد شنو كنديروا وشنو كنوجدوا. ديجا غيزلان بلاص كتصايب هنا في الحلوه كومونديت عند اسماء ديريس، الله عليها الحلوه زوينه ما شاء الله، حلوتها كتحمق، عرفتوا هاد الحلوات بلديين كاع، اش نقول لكم شهوه منهم كتصايبهم. انا فوق ما كنبغي حلوه بلديه على حق وطريقه كنكومونديها عندها، كتصايبها زوينه 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 بزاف، كديرها غيزلان دابا في هادو كما كتشوفوا تتعمرهم كلهم، وغادي نبارطاجي معكم الشكيلات كاملين، خليت عندها صراحه بزاف ديال الشكل، راكم عارفين راه كيجيو الناس كيطلوا كلشي، واليوم راني عارضه على عيالات خوتي بجوج، عارضه على مرت خويا الكبير ومرت خويا الصغير وخواتاتي خالتي بنت خالتي، المهم العائله كلها مجموعه. صافي دابا غادي نبارطاجي معكم الحاجات الاخرين اللي وجدوا، ديجا انا لقيت البنات وجدوا كلشي تبارك الله، وريتهم فوالا شنو وهما قادوا كاع الحاجات صايبوا كلشي. انا غنمشي دابا للصالون باش نشارك معكم الحاجات الاخرين.
غنوريكم شنو وجدوا البنات. كاين شي حاجات حطوهم هنا والحوايج الاخرين صايبوهم في الصالون. المهم تبارك الله راه قلت لكم فاش فقت لقيتهم صايبوا كلشي. هيا صوفيا تاعي راه لبسوا غنوديوا للبنات لاغوب ديالك. نوضي هادي صوفيا تعقلوا البنات على هاد لاغوب. هبطي السميطه شويه صوفيا هكداك. تعقلوا البنات على هاد لاغوب خديتها ليها باش نلبسها ليها 7 شهور. راه كاع الحاجات اللي كنا عوالين نخدموا بهم 7 شهور. المهم الحمد لله حتى حاجه ما ضيعه. هيا لبسوها لصوفيا دابا هنايا كما كتشوفوا كتجي نورمالمون بالشابو ديالها جاتك زوينه زي راسك. بقى كاع كيبان وجهك يا صوفيا مع داك الشابو. جاتك زوينه بنتي بالصحه والراحه. صراحه غزاله هاد لاغوب هكا. هي الميلاد مناسبات راكم عارفين بلي ماغوب لاباج ماغوب بوان ام اه معنا ملي كناخد دائما ديما كنشارك معكم الصفحه ديالهم. والمكازان كاين في كازا. المكازان ديالهم كاين في كازا. هو عندهم كناخد لي غوب ديال بنتي دائما في المناسبات. عندهم داكشي زوين بزاف. كما قلت لكم نوريكم شنو حطوا هنايا البنات. داروا هذا البلاطو هذا كما كتشوفوا اللي فيه هذا الشمع اللي غادي نحطو فوق الطبيله ان شاء الله. حطوا لي هادي على قبل الحنه. غير هو ماشي النقش البنات المهم لو تشوفوا داكشي بلا ما حقكم مراحل. ماشي النقش اللي غادي نقش. شوفوا غير حنه كيفاش غادي ندير ليها. بالنسبه لهادو كنت كومونديتهم حتى هما على قبل 7 شهور فاش نبغي ندير زعما حنه 7 شهور. غنخليكم لاباج ديال واحد البنوته غزاله كتصايب هاد لي تروك كتصايبهم فنين. شي حاجه زعما اللي مختلفه على الحاجه اللي كنلقاو في السوق وكلشي. كنت صايبت ليا وزعما الناس كاملين اللي كانوا يحضروا معايا البنات وكلشي. بالحق كما قلت لكم راه شفتوا معايا بلي ما بقيناش درنا الحفله ولكن ان شاء الله من هنا للقدام فاش نبغيو نقشوا بيان سور غنستعمل زعما يبقاو ليا هادو راه ما يضيعوش زعما ملي تقدوهم يبقاو عندكم ديما. فوق ما تبغي ديري حنينه انت وصحاباتك ولا انت وخواتك وهذا تلقيهم. وهذه حتى هي خديتها من عند نفس الصفحه كما كتشوفوا امينه حنه بارتي حتى هي كنت باغاها على قبل 7 شهور. المهم حتى هي راه غادي نخدم بها ماشي مشكل. وحتى البنات هما صيبت ليهم بحالهم. الحق مناسبات اخرين جايين ان شاء الله على شله. بالنسبه لهادو البنات هاد لي سوجي هادو حتى هما كنت مصايباهم باش نحطهم في الويفي ديال 7 شهور. بالحق ما بقيتش خدمت بهم قلت علاش لا صايبتهم دابا نفرقهم على خواتاتي على العائله الناس اللي غيكونوا معنا اليوم. هما صايبوهم هنايا البنات في هاد البلاطو. داروا هذا فيه الماء والورد والشميعات اللي غنشعلو من بعد. هنا كادويه درازان الكادويه البنات ما غنشاركهمش معكم دابا من بعد ان شاء الله. خوالات تبارك الله جابوا ليها بنتي جا هاد الذهب انتما ما عرفت نقولوا ما جاش الذهب جاوها هكا الكورميطا سنيسلا داكشي من بعد ان شاء الله. وغنشاركو معكم في الهدايا الا بغيتو تشوفوهم حطوا من داخره. هادشي اللي حطوه هنايا غنديكم معايا للصالون الصالون الكبير باش كنبارطاجي معكم الحاجات الاخرين اللي وجدوا. وهنا في الصالون غنوريكم كيفاش قادوا كل حاجه. اول حاجه داروا البلاطو ديال التمر التمر والحليب شي حاجه اللي مهمه كتدخل بها النفيسه بالصلاه والسلام. الحليب والتمر صايبوا هنا ديجا البلاطو كما شفتوا معايا. هنايا البنات حطوا كاع الحاجات اللي غادي نحتاجو. المهم حنا خدمنا ولا خدموا بهاد الجلسه هذه ديال اتاي صايبوها على هذا الشكل نورمالمون. راكم عارفين هذه الجلسه ديال اتاي اللي عندي في الصالون حنا درناها باش نجلس فيها انايا هنايا انا ورزا ان شاء الله ملي نكون كندير حنينه. وهنا كتجي واحد السوينيه بحال هكا كما كتشوفوا اللي كيجي فيها البنات مريشات اللي دايرين فيهم بارفان. مازال ما عمرتهم وقيلا غزلان. غزلان عمرتي هاد المريشات مازال؟ المهم هادو هاي خصها تعمرهم غدير فيهم بارفان باش زعما كتستقبلوا بهم الضياف فاش كيجيو. كاين السواك كاين الكحل البلدي كاين هاد العكر ديال 24 ساعه. المهم داكشي القديم كيتحطوا فيه كاع داك الحاجات زعما القدام. شوفوا لي اختي البليغه قدا شوفوا 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 بغيت نقول نبيلي كوتي وشكرا من هنا على خطك هي اللي صيفطت لي البليغه لرزان. عرفتي صغيره بغيو صغيره. دابا عاد نبارطاجي معكم القفيطين ديالها حتى هو من بعد كتجي هنايا القرفه كما كتشوفوا. وبالنسبه لهاد المصحفات هادو هادو البنات تا هما كنا دايرينهم على قبل 7 شهور. المهم كما قلت لكم حتى حاجه ما ضايعه. هادو خديتهم من بوفي رويال هي قادت لي هاد المصحفات هادو بحال هكا بيرسوناليزي بسميتي زوينين. هادو غنعطيهم كادويات دابا للعائله فاش يجيو. هما راه محطوطين ها هما شفتوهم محطوطين تما ان شاء الله غادي نفرقوهم عليهم كما قلت لكم. بالنسبه لهاد السوينيه هادي كيجيو فيها كاع الحاجات
اللي كتبغيو تحطوا بحال هكا الخزامه، الورد، الحنه، القرنفل، المهم بحال هكا داكشي البلدي، الكحل حيت النفيسه كتكحل زعما في النهار بحال هذا، كموسه كيكون فيها الحرمال، تيكون فيها الشبات، تيكون فيها المهم صراحه هاد الحاجات هما اللي قدوهم فهمتوني، هما البنات اللي صايبوا تكلفوا وكلشي، حطوا القران هنايا، حطوا هذا الطبق اللي عامر بالفاكهه كما كتشوفوا، حتى نحيدوا عليه السلوفان، نديروا ليه السلوفان باش ما تبردش. كما قلت لكم هذوك المصحفات اللي غيتفرقوا، وهذوك اللي دغاجي حتى هما غنشاركهم معكم، حيت هما كنت هواله نخدم بهم في 7 شهور، حتى هما كنديرهم على قبل 7 شهور بالحق. انا غادي نفرقهم حيت كما قلت لكم الحاجات ما كاينلاش يبقاو عندي، انا اصلا نديرهم باش نفرقهم. ايوا صافي دابا مناسبه بحال هكا نفرقهم على العائله ان شاء الله، غنوريكم كي دايرين. بالنسبه لهادو البنات غنخليكم لاباج حتى هما اللي صايبتهم عندها امينات حنا، نورمالمون كان دارت ليا واحد الدعاء هذا كان زعما قبل ما نولد بالحق، دابا تفكيت الحمد لله بخير وعلى خير، الشكل ديالهم غزال زوين، تقدر ديرهم لكم بيرسوناليزي بالطريقه اللي بغيتو، حتى ما شاء الله غنخليهم باش نفرقهم كما قلت لكم على العائله، كل واحد ياخذ وحده ديالو. المهم هاد الجلسه كتجي بحال هكا شفتوها، نورمالمون كيخص زعما تكوني جالسه في الارض فاش هكا، من بعد تجي الوالده باش تخلط لنا الحنه بالقرنفل. المهم غنشارك معكم داكشي كلشي ان شاء الله فاش نبداو. وهنايا راه صايبو الطبيله ديال الغدا فين غادي نتغداو، تنحيد عليها هذا باش نوريكم، هانتوما راه داروا الورده هنايا، خلاص الورده راه ديما كناخذو عند كوندير فلو راكم عارفين، صايبو الطباصل، السرابات، المهم عندي ما تسالهم كلشي قادو على حق وطريقو. خالتي كتعمر دابا في المريشات، درت هاد لي بارفون هادو ديال الحسن الكنتاوي زوينين، غادي نعمرو بهم الخير، الخير هذاك الخير ديال رازان ياك، الخير طعم زنفايض تبارك الله. غتعمر المريشه الاخرى حتى هي باش هكا ملي يجيو بداو يجيو نديرو ليهم الريحه. صح العادات والتقاليد راه زوينين ديال شحال هادي ياك اخالتي، كاينش بحالو. شوفوا شوفوا البنات شنو وصلني، واحد البوكي كيحمق، واعر واعر واعر، بسميه ديال بنتي رزان من عند كوان دي فلور، نقول ايوب شكرا شكرا شكرا، احسن من الورد في اكادير. انا اصلا فوق ما تكون عندي شي مناسبه راه كناخذ غير عنده. شوفوا البنات شحال غزال، ناعسه ناعسه رزان؟ لا حل العوينات، حل العوينات بطل ضاع. شوفوا البنات غزال صراحة، عرفتو راه كبير غير موضح شوف الكاميرا قداش، ما شاء الله ما شاء الله غزال زوين بزاف عجبني. بالنسبة للمحل ديالهم هما كاينين في السوق النموذجي، مع كتدخلو أول واحد هنا يديكم تليمن، ياك هما على اليمن السوق النموذجي هذاك، على اليمن كيدخل عمل أييه زعما ريخت ولا ما توقعتش يدير اللي صيفط ليا بوكي بحال هكا غزال كيحمق وبيرسوناليزي بسمية بنتي زوين. كي جاك فوزيه زوينه تبارك الله مزيانه. غنوريكم البنات شنو غادي نلبس انا ورزان، نلبس قفيطنا ديال جوهره كما كتشوفوا براندا، هادو اكيد من عندنا بيلي اوت كوتشي، راكم عارفين هي المكان اللي كتشوفوا يا اختي، هذا شحال كبير وشحال كبير كيحمق المجدول، وراه واخا تشوفوا هكا راه هي غتدخل فيه كامله جا ديجا كبير شي شويه، ماشي مشكل تكبر فيه ولكن غزال 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 كيحمق براندا. ماتشي ماتشي انا ورزان، ما صاتش ليا الوقت صراحه كنت غادي ندير ماتشي ماتشي انا ورزان وصوفيا بثلاثه هنا هكا، ولكن ان شاء الله عاد ندير قفيطنات اللي نديرو بهم هكا تصويرات بثلاثه غيجيو زوينين. المهم هذا النهار كما قلت لكم درت غير انا ورزان، كنت زعما وجدت هادو غير ليا انا ورزان، هذا ديالي انا حتى نلبسو ان شاء الله وتشوفوه كيجي كيحمق براندا. الراندا خلاص كتبقى شي حاجه زوين عند فاطمه الزهراء، الخياطه عندها والله الا كي تنقولوا لا خياطه لا ثوب، صبن ورد تبارك الله عليها كدير لا كاليتي، راكم عارفين البليغه ديالي وجدتها
وصايبت هاد الناس قفيتين واحد اخر، صايبت هذا وصايبت هاد القفيتين الاخر. بالنسبه لهذا حتى هو نقدر نلبسو في البيض، هذا الا كتعقلوا كانت لبسات بحال فاتن الزهراء في البيبي شاور وكنعجبني. قلت لها صايب ليا بحالو، قلت لها عتي راه حماقيت عليه. وسختو ديك الوقت واش كنت حامله، قالت لي والله حتى نصايبو لي، قالت لي على الراس والعين راكي حامله، قالت لي تحملين عليه. شوفوا البنات شحال غزال في البيض وفيها الدوكولاغ البلوسيال والغوز، وكيجي حتى هو بالمجيديل ديالو. اكيد ما غيبانش لكم دابا حيت اصلا محطوط على داك لو دغ في البيض، خصو شي يتلبس عاد يبان. بسم الله وجدت راسي لبست داك القفيتين اللي قلت لكم. ومن العادات والتقاليد ديال هذا النهار انني زعما ان النفيسه خصها ضروري تكون دايره قطيب في البيض، هو اللي درت كما كتشوفوا. دابا غادي نمشيو بعدا نتغداو هو الاول، عاد ان شاء الله نشارك معكم الاجواء كامله ديال هذا النهار كيفاش غادي تدوز. غادي نبارطاجي معكم عاداتنا وتقاليدنا، كيفاش كنديروا النهار ديال التكمات، كيفاش كندوز الحفيله، كيفاش كنفرحوا بالمولود الجديد. وغادي نشارك معكم ان شاء الله كل شيء بالتفصيل. هنا كانت العائله كلها تجمعات، كلشي وصل، حطينا الغداء. بالنسبه للغداء كومونديتو من عند الشيف مينا، راكم عارفين هي عند من كناخذ دائما. كديت برك لابسات الزوينين، خديت بسطيله ديال الحوت والدجاج. نورمالمون في نهار بحال هذا كتكون الرفيسه، غالبا الناس كيديروا الرفيسه وحتى حنا صراحه كنديروا الرفيسه، غير هو كنا يلاه واكلين الرفيسه صراحه. الرفيسه راه كلينا على جوج المرات، النهار اللي صورت لكم ودازت واحد النهار ولا يومين وعاودنا كلينا الرفيسه عاود، يعني صافي بحال طلعت لنا في الراس ما بغيناش نبقاو ناكلوا غير الرفيسه الرفيسه. داكشي علاش كما قلت لكم كومونديت الغداء عند الشيف مينا. بسطيله الحوت كانت رائعه جدا، زوينه تبارك الله، مقومه بالحوت ما عندي ما نقول. والدجاج محمر كما قلت لكم حتى هو غير غادي نحطو وغادي نبارطاجيه معكم. دجاج محمر بالدغميره ديالو حتى هو لحقو طريقو كان لذيد صراحه، كلهم يعجبهم. راكم عارفين بلي تبارك الله الشيف مينا من الناس اللي كيحمروا لكم وجهكم قدام الضيوف، راه دائما تنقولها لكم كدير ماكله زوينه وسيرتو ماكله نقيه، تنقولها وكنعاودها البنات تبارك الله عندها داك الشيء رائع جدا. بالنسبه للدجاج درت انايا خمسه ديال الدجاجات، كانت عندي اصلا غير حطه واحده كما قلت لكم، راه هي حنايا زعما بيناتنا ما كانوش الناس بزاف اولا. المهم شهيتكم لي شهيدات، سمح ليا كل واحد عنده خيرو في دارو، كنحاول نبارطاجي معكم غير نهارنا كيفاش كيدوز وشنو كلينا وشنو درنا. اي حاجه زعما كنا كنديروها في النهار بحال هذا كنبارطاجيها معكم وكنشاركها معكم. صافي من بعد حطينا لي فخوي، عاد ان شاء الله نجلسوا باش نبداو التقاليد والعادات كما قلت لكم، وان شاء الله نشارك معكم كلشي بالتفصيل. ومن العادات والتقاليد ديال هذا النهار اننا كنديروا الحنه النفيسه، والناس اللي كيكونوا معها بيان سور كيديروا الحنه. بالحق كما قلت لكم ماشي النقش، كتكون غير الباروك شويه الحنه وسط فقاع اليد. هانتوما غتشوفوا دابا غدير لنا الوالده حنينه. والحنه باش كتخلط ما كتخلطش بالمعادي، ضروري كتاخذوا القرنفل، يعني كنطبخوا القرنفل في الماء وكنصفيو هذاك الماء ديالو هو باش كنخلطوا الحنه، يعني ضروري اننا نخلطوها بالماء ديال القرنفل. صافي كتخلط مزيان كما قلت لكم، وكدار النفيسه وكدار الناس والضياف اللي كيكونوا معها في هذاك النهار. سيدنا محمد الله معاه الشرعين.
وهنا جات لقيتها اللي غادي تقمط الميمه غتقمط راه زين هانتوما غادي تشوفوا. ما عرفتش صراحه واش في كاع المدن يعني كديروا هذه القضيه ديال التقماط ولا لا. هنا صراحه ضروري لي بيبي صغار يلاه كيتزادوا ضروري من التقماط منا كيجمع لهم حتى عظيماتهم وكلشي. المهم هادشي في العادات والتقاليد كما قلت لكم اللي خلاو لينا والدينا واللي بيان سور كنديروهم حتى حنا لوليداتنا وباش كبرنا حتى حنايا. المهم هاد الحاجات زوينين انا كيعجبوني انا اي حاجه كيديروها الوالدين كنديرها حتى انا لوليداتي وكيعجبني هذا شي. تكتبوا لي في لي كومونتير اكيد واش حتى نتوما كتقمطوا وليداتكم ولا لا. وشكرا لكم البنات بزاف على الدعوه ديالكم اللي دعيتوا ليا مع بنتي اللي خطيكم حتى نتوما الله يحفظ لكم وليداتكم يا ربي امين. هنا كما كتشوفوا راه غادي تقمطها والبنات كيقولوا الصلاه والسلام. كما قلت لكم هاد العادات والتقاليد ديالنا ما نبغيهمش يضيعوا بالعكس يبقاو من جيل لجيل وحاجه اللي كما قلت لكم زوينه بزاف. درتي غريبتنا الغزاله يا قرقعه انتي زوجو جاموك بسم الله زعما اللي كيخسر بيه في العرس كيتهلا في العائله زوج بسم الله يا تانتي خالتي زوج ماشي مشكل زيزي بنيتي زيزي الله يسكن سعدك غزلان زيزي مرحبا بكم عندنا مرحبا مرحبا بعلى فيها زرقاء لا في الزين مستكلش كعب غزال ما مالفاش بيه تاكل كعب هيك بول ما تاكل كعب غزال هسي جوش هسي جوش يعقوب عليك انتي عزيزه الله يبارك فيك الله يكن هادي هادي نقطه لا راه ماشي عيد الريشه يا ربي يوم الفقر بعيش ان شاء الله يا ربي ويلي اختي ديال العسره كاين راجل ايوا قلنا قول امي ياسر بينا دغيا سير الله يعاونك قلنا الله تهزي الله يهزي ايوا لسه جات عندنا اليوم نهار كبير هذا هو اخر وحده. هنا البنات بديت كنرشهم بالريحه غنبان لكم بعدا ما بدلتش قفطاني نهائيا حتى راه زعما باقي كاع لبست القفطان حيت صراحه عييت ما قدرتش نبقى نبدل كل شويه صافي بقيتي بداك القفيط الابيض هو اللي بقيت لابسه الحفله كامله. وبالنسبه لرزال قلت زعما حتى ندوزوا ليها ديك اللقطه ديال فاش نبغيو نقمطوها عاد ندير ليها لبسه القفطان ديالها باش ما يجيهاش حريش على يديها وجليها. ايوا صافي مني ما لبستوش انايا ما لبستهاش حتى هي القفيطين ديالها مره اخرى ان شاء الله فاش نلبسو ونبارطاجي معكم صافي. بيان سور بديت كنفرق اليوم بالنسبه لهذوك لي سوجي كاملين القرانات والحاجات اللي شاركت معكم قبيله. I'm not afraid to die.
داري دي داري دي داري دي داري دي دا شوفوا يا اختي الشطح شوفوا 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 You